الوعي بالعمل الذي ترتبط به النية. لا تنسوا، النية التي هي المحرك للعمل هذا أمر طبيعي فطري موجود عند الإنسان ولا يحتاج إلى استحضار أو إلى ألفاظ. أنا أتحدث هنا عن النية الواعية، فإن الإنسان حينما يخطط لسفر إلى بلد من البلدان، أكان للدراسة أم كان للطبابة للعلاج وطلب العافية أم كان للاستراحة والاستجمام أم كان للعمل والتجارة أم كان للنجاة بحياته فرارا من ظالم يريد أن يقتله إلى غير ذلك، فإن الإنسان إنما يخطط وينوي ويقصد السفر إلى النقطة التي يريد أن يسافر إليها لا يكون ذلك منه إلا بوعي وتخطيط وإدراك ومعرفة بطبيعة المكان الذي سيذهب إليه. هذا هو الذي أقصده عن النية المشترطة في العبادة. العبادة من دون هذه النية لا معنى لها، ستكون عبادة لا قيمة لها. مشكلة سقيفة بني ساعدة أنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ذلك الدين الذي نسخ، ومراجع النجف تبعوهم في هذا. في مرحلة التنزيل العرب في الجاهلية كانوا يعبدون أصناما ينحتونها بأيديهم، حتى لم تكن أصناما جميلة، كانت أصناما مشوهة، فالعرب لم يكونوا بارعين في النحت كما هو حال الرومان، كما هو الحال عند الإغريق. العرب ما كانوا بارعين في النحت، والآثار المنحوتة الباقية من آثار الجزيرة العربية هي خير دليل على ذلك، ما كانوا يحسنون النحت، فكانوا ينحتون الحجارة ويعبدونها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل أراد أن يخرجهم من ذلك الحال، أعراب بدو لا ثقافة عندهم، لا حضارة عندهم، لا تمدن عندهم، أناس يعيشون هائمين على وجوههم في الصحاري، وحتى الذين يعيشون في مكة أو في المدينة ما هم بحال هو أفضل بكثير من حال أولئك الذين يسكنون البوادي. قد يكون حالهم أفضل بدرجة معينة، ففي مرحلة التنزيل النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يخرجهم من تلك الحالة الجاهلية، من حالة عبادة هذه الأصنام المشوهة، يصنعون ربا من تمر وبعد ذلك يأكلونه إذا ما جاعوا. هذا هو الحال الذي كان العرب عليه، فجاء الدين لإخراجهم من تلك الحالة الردية
المتردية، فعلموا أن يتوجهوا بشكل غير محدد، أن يتوجهوا إلى الله. هكذا علموا وشخصت لهم قبلة يتوجهون إليها. نحن إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فإن تلك المرحلة سميت بالإسلام مجازا وسميت بالدين مجازا. القرآن هو الذي يقول ذلك، ما أنا الذي أقول. هذه سورة المائدة وهذه الآية الثالثة بعد البسملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كان ناقصا، فما هو بدين حقيقة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أن الإسلام الذي كان يقال له الإسلام ما هو بإسلام حقيقي. هذا هو معنى الكلام. وهذه الآية نزلت بعد بيعة الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الإسلام صار إسلاما وإن الدين صار دينا حين انتقلنا إلى مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير. أما مرحلة التنزيل فلم تكن إسلاما حقيقيا ولم تكن دينا حقيقيا. هذا هو القرآن يتحدث عن هذه الحقيقة: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين الناقص ما هو بدين؟ والإسلام الناقص ما هو بإسلام؟ الدين لابد أن يكون كاملا والإسلام لابد أن يكون كاملا حتى يقال له إسلام، حتى يقال له دين. أي شيء ناقص في هذه الحياة لا نستطيع أن نصفه بعنوانه بشكل حقيقي وكامل. هذا الثوب الذي نلبسه، القميص الذي نلبسه، إذا لم تكن فيه أزرار ولم تكن هناك فتحات للأزرار فهل يقال له ثوب؟ يقال له قميص إذا ما قيل له ذلك مجازا، مسامحة، تساهلا. وكل شيء هكذا، إذا كان هناك من بيت يبنى ومن دون أبواب، من دون شبابيك، من دون سقوف، حتى لو كان البناء عظيما، فهل يقال لهذا البناء من أنه بيت فعلا؟ هذا بيت ناقص. البيت لابد أن يسكن فيه ولابد أن تكون السكنة كاملة لا نقص فيها، فهذا البيت لا تتوفر فيه هذه السكنة، فما هو ببيت؟ نقول عنه بيتا مسامحة، تجوزا، تساهلا. فالقرآن بشكل صريح يخبرنا من أن الإسلام كان ناقصا، من أن الدين كان ناقصا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد مرحلة التأويل. ولذا قال رسول الله
لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. فالنبي قاتلهم على التنزيل، أراد أن يخرجهم من ظلام الجاهلية الذي أطبق على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى كل جزء من أجزاء حياتهم. فكانت تلك مرحلة بمثابة مقدمة لمرحلة التأويل، إذ جاء التأويل فنسخ مرحلة التنزيل. ومر الكلام في هذه المطالب في الحلقات المتقدمة. عودوا إلى القرآن وتدبروا في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. ما كان الدين كاملا فما هو بدين؟ ما كان الإسلام كاملا فما هو بإسلام؟ مجازا يقال له إسلام، مجازا يقال له دين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنية العبادة التي عليها فقه سقيفة بني ساعدة من بقايا مرحلة التنزيل. ولذا قلت لكم في الحلقة الماضية من أن مراجع النجف تاهوا وداخوا في معنى القربة. أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى. لم يتفقوا على تشخيص هذه القربة، وهم في حيرة من تشخيص معناها. ما المراد من القربة؟ الحال هو عند أصحاب السقيفة، تصلي صلاة الصبح قربة إلى الله، ما المراد من ذلك؟ كيف تتقرب إلى الله؟ بأية وسيلة؟ ما المراد من التقرب هذا؟ كيف تكون قريبا من الله؟ بصلاتك هذه؟ بصلاتك هذه لا تستطيع أن تكون قريبا من الله. فإن المسلمين بوجود رسول الله في مرحلة التنزيل ما كان إسلامهم إسلاما ولا كان دينهم دينا، وهذا هو صريح القرآن. لا يعني أنهم كانوا على الباطل، وإنما كانوا في مرحلة تمهيدية لمرحلة الدين الحقيقي. من هنا جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل وإن لم تبلغ ما يرتبط ببيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فليس هناك من دين، ليس هناك من رسالة، والخطاب لرسول الله ليس للأمة، إنما وجه لرسول الله لفظا، المضمون للأمة. النبي صلى الله عليه وآله أجل وأقدس وأنزه من أن يخاطب بهذا الخطاب، لكن القرآن نزل بهذا اللسان، باللسان: إياك أعني واسمعي يا جارة. مضمون الخطاب للأمة، لي ولكم، للأجيال الماضية، للحاضرين وللقادمين. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فليس هناك من رسالة، وليس هناك من دين، وليس هناك من قرآن، وليس هناك من توحيد، وليس هناك من نبوة. مرحلة التنزيل لم تكن دينا أصلا، كانت مقدمة. وها هو القرآن يتحدث عن هذه الحقيقة وبشكل واضح.
فإطلاق الدين عليها كان مرحليا، كان مجازيا، كان تسامحا. إذا لم يكن كذلك، لماذا يقول القرآن اليوم، اليوم بعد بيعة الغدير أكملت لكم دينكم؟ لماذا بعد بيعة الغدير رضي الله الإسلام للمسلمين دينا؟ لماذا لم يكن هذا الكلام قبل بيعة الغدير؟ ما هي القضية؟ واضحة من أن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. والحديث عن نية بهذا المضمون كانت في مرحلة التنزيل، في مرحلة التأويل. هناك النية التي هي المحرك للعمل، هذا أمر طبيعي في كل عمل، في عمل الحق وفي عمل الباطل، في العبادة وغير العبادة، في كل حركة وفي كل سكنة للإنسان هناك نية، هناك باعث للعمل. هذا الأمر لا يتحدث عنه في العبادة بحسب فقه العترة الطاهرة، لا أتحدث عن فقه سقيفة بني ساعدة، ولا أتحدث عن فقه سقيفة بني مرجعية بني نجف، أتحدث عن فقه العترة الطاهرة. النية أن يكون الإنسان على وعي بما يقوم به من عمل، وهذا يحتاج إلى معرفة ولو بمستوى إجمالي، ولو بمستوى موجز ومختصر عن حقيقة العبادة التي يقوم بها هذا الإنسان، عن شيء من أسرارها، عن شيء من غاياتها. هذا هو الجزء الأول من النية التي لا تتحقق العبادة إلا بها، الوعي بالعمل نفسه. من هنا جاء التركيز على التفكر في العبادة، بل إن العبادة من دون تفكر ما هي بعبادة، لا خير فيها. كيف يتحقق التفكر من دون مفردات في فكر الإنسان ترتبط بحقيقة العبادة وأسرارها وأهدافها وغاياتها ومختلف شؤونها؟ قطعا كل شخص بحسبه، فليس الجميع يفكرون بمستوى واحد، لكن يطالب من الجميع أن يتفكروا في عباداتهم، وكل شخص بحسبه، وإلا فليس هناك من عبادة. هذه مهزلة. العبادة بحسب سقيفة بني ساعدة وبحسب سقيفة بني مرجعية هي عبادة في مرحلة التنزيل، وعبادة مرحلة التنزيل عبادة باطلة في مرحلة التأويل. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن تعرفوها. إنني أخاطبكم أنتم، أنتم الذين تريدون أن تكونوا شيعة للحجة ابن الحسن. أنا لا أبالي بشيعة المراجع، شيعة المراجع يأخذون دينهم من مراجعهم، وهنيئا لهم بمراجعهم، وهنيئا للمراجع بشيعتهم. أنا أتحدث مع الذين يريدون أن يكونوا شيعة لمحمد وآل محمد، فعليهم أن يأخذوا دينهم وأن يأخذوا فقههم من محمد وآل محمد، لا أن يأخذوا من مراجع النجف الضلال الذين هم في أبعد مكان عن منهج محمد وآل محمد.
مثلما خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد. تذكروا هذه الكلمة دائما: مذ جنح كثير منكم، والخطاب من صاحب الأمر إلى مراجع الشيعة. مذ جنح كثير منكم مالوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هؤلاء هم الملحدون الجانحون الذين جنحوا عن المسار الصحيح لشيعة محمد وآل محمد. مذ جنح كثير منكم، إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كانوا يتمسكون بقرآن محمد وآل محمد وفقا لتفسيرهم، لا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، ولا يفسرون القرآن من عند أنفسهم أن يفسروا القرآن بالقرآن كما يفعل مفسرو الشيعة. يأخذون التفسير من أئمتهم، ويأخذون أحكامهم وفقههم، ويأخذون عقائدهم بكل تفاصيلها من أئمتهم. وهذا هو الذي أحاول أن أفعله في هذا البرنامج وفي كل برامجي، أن نأخذ التفسير منهم، أن نأخذ الدين والعقائد والفقه والفهم منهم صلوات الله عليهم. بالضبط، إنها طريقة مناقضة لمنهج حوزة النجف بدرجة 100%، ولا مجاملة في البين. هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع. الكتاب الذي بين يدي تحف العقول لابن شعبة رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 325. إنها كلمات إمامنا الرضا صلوات الله عليه. ماذا يقول إمامنا الضامن صلوات الله عليه؟ ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة. إذن ما هي العبادة يا ابن رسول الله؟ لأن كثرة الصيام والصلاة من دون مضمون العبادة، من دون شرائطها، لا معنى لها. فنحن لا نتحدث عن الكمية، الحديث عن النوعية. ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة، وإنما هنا حصر. العبادة محصورة في هذه الجهة، أين؟ وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. هذه هي العبادة حصرا. ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، هذا نفي للعبادة من دون مضمونها، وهذا بالضبط هو نفي للعبادة بحسب سقيفة بني ساعدة وبحسب سقيفة بني مرجعية. ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، أن تصلي بهذه النية المطلقة التي لا تحديد لها ولا جهة لها، هذه صلاة لا مضمون لها. ما معنى أن تصلي قربة إلى الله؟ كيف تكون قريبا من الله وأنت تعتقد في الوقت نفسه من أن العبادة لا تقبل إلا بولاية علي؟ أحدثك أنت أيها الشيعي، فما علاقة هذه العبادة بولاية علي؟ ولاية علي هي باتجاه علي،
فكيف تكون العبادة باتجاه الله؟ أنت تصلي كما تقول، تصلي باتجاه الله، كيف تكون العبادة التي هي باتجاه الله متوقفة في قبولها وفي صحتها على ولاية باتجاه علي؟ ما هذا الهراء؟ صحيح أن الولاية باتجاه علي هي باتجاه الله أيضا، لكن هي الأعظم. فكيف تكون العبادة الأعظم باتجاه علي ومنه إلى الله، وتكون العبادة الأصغر وهي الصلاة والصيام باتجاه الله مباشرة، ويتوقف قبولها على ولاية علي؟ أي هراء هذا؟ أي منطق هذا؟ أين النظام والتنظيم؟ وأين التنسيق؟ وأين الاتساق في دين الله؟ الدين الذي لا بد أن يكون محكما على أكمل وجه، على أتم نظام، مثلما الكون على أتم نظام، الدين على أتم نظام أيضا. ما هذه الفوضى في الدين؟ هذه فوضى بدو السقيفة الذين ركض وراءهم أعراب النجف. هؤلاء المراجع بحسب ثقافة العترة إنهم أعراب، يعني نواصب، هم أتباع المنهج الأعرابي، إنه منهج السقيفة. الإمام الرضا هكذا يقول: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، لا معنى لهذه العبادة، وإنما حصرا العبادة كثرة التفكر في أمر الله. هنا احتمالا، إما أن الإمام يتحدث عن العبادة بشكل عام، فإن جوهرها التفكر في أمر الله، وإما أنه يتحدث حصرا عن الصيام والصلاة باعتبار أنه صلوات الله وسلامه عليه قد ذكرهما. ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. فحقيقة العبادة أين؟ في مضمونها. ما هو مضمونها؟ التفكر في أمر الله. كيف نتفكر في أمر الله؟ كيف نتفكر في العبادة ونحن لا نمتلك مفردات عن حقيقتها، عن أسرارها، عن غاياتها؟ هذه المفردات نأتي بها من أحاديثهم: لقد حدثونا عن حقائق العبادة وعن أسرارها وعن تفاصيلها وعن أهدافها وعن غاياتها وعن مختلف شؤونها، حدثونا. نحن لا نلوم سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بهم، نلوم سقيفة بني مرجعية الذين لا علموا أنفسهم ولا علموا الشيعة دين محمد وآل محمد، وإنما صنعوا لنا دينا هو قمامة في الحقيقة. ما هو بدين؟ هو فوضى وقمامة ومزبلة لا قيمة لها. كلمة إمامنا الرضا واضحة: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. العبادة حصرا هي هذه. من هنا قلت لكم من أن العبادة نية وتوجه وطقوس، وأحكامها أحكام الطقوس.
النية لابد أن تكون في جو من معرفة ولو بنحو إجمالي، من معرفة بحقيقة العبادة. بجوهر هذه العبادة ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. هذا ما جاء في كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الجزء الأول من الكاف الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران، إنها الطبعة السادسة في الصفحة 54 من الباب الذي عنوانه باب صفة العلماء، الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين، هذا كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف وهو الحديث الثالث. الإمام هكذا يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. إذا كان إمامنا الرضا تحدث عن الكمية والنوعية وبين من أنه ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله، هذا حديث إمامنا الرضا. أمير المؤمنين ينفي الخيرية مطلقا، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. والصلاة عبادة وقراءة، فلا بد أن يكون فيها تدبر وتفكر، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب التي تتوقف الصلاة عليها قرأها من دون تدبر، هذه القراءة لا خير فيها، الصلاة لا خير فيها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. التدبر في قراءة الصلاة لابد أن يكون مبنيا على مفردات من تفسير قرآنهم، لا من تفسير سقيفة بني ساعدة ولا من تفسير سقيفة بني نجف. وكذلك التفكر لابد أن يكون مبنيا على مفردات من ثقافة العترة الطاهرة ترتبط بشأن العبادة تلك، هل هي الصلاة، هل هو الصوم، إلى سائر أنواع العبادات الأخرى. فعبادة الصوم لا تكون عبادة من دون تفكر فيها، وعبادة الصلاة كذلك. ما هو الكلام واضح، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. العبادة التي لا خير فيها ماذا تعني؟ يعني أن هذه العبادة لن تبرئ ذمة الذي قد جاء بها، أن هذه العبادة ليست مقبولة، هذه عبادة باطلة. هذا المراد،
ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. هذه العبادة لا يثاب عليها الإنسان. ما نحن عندنا في الروايات من أن المصلي يصلي وبعدما يصلي يجمعها الملك المسؤول عن صلاته ويصفع بها وجهه، والصلاة تدعو عليه تقول له ضيعتني ضيعك الله. هذه هي الصلاة التي لا خير فيها، وهذا هو الصوم الذي لا خير فيه. فالعبادة بحاجة إلى تفكر، والتفكر بحاجة إلى معرفة مفردات عن حقيقة تلك العبادة، عن مضمونها، عن أسرارها، عن غاياتها، عن الحكمة والعلة من تشريعها. هذا المضمون بشكل طبيعي إذا كنا عارفين به سيكون داخلا رغما عنا في النية. فحينما نعرف من أن الصلاة شرعت لهذا الأمر، ومن أن الحكمة من الصلاة هي هذه، رغما عنا سيدخل هذا المعنى في هدفنا من إقامة هذه الصلاة. هذه قضية طبيعية، نحن نتحدث عن مضمون نأخذه من أئمتنا ونصدق به، شيء طبيعي حينما نتحرك باتجاه هذه العبادة أو تلك، فإن المضمون الذي تعلمناه من أئمتنا سيكون حاضرا في أذهاننا. هذا هو الجزء الأول من النية، الوعي بالعمل. أما أن تكون العبادة هكذا بشكل مفتوح قربة إلى الله من دون تشخيص من دون تحديد، هذا هراء. أنتم لا تقبلون على أطفالكم أن يخرجوا من غرفة إلى غرفة أخرى في الليل حينما يكونون نائمين ويستيقظون، لا تقبلون إلا أن يكون عندهم هدف، إما أن يذهبوا لقضاء حاجتهم مثلا، أو أن يذهبوا كي يأكلوا شيئا، كي يشربوا شيئا. كل شيء نقوم به في حياتنا الدنيوية إن لم يكن من دون تخطيط ومن دون معرفة سنلوم أنفسنا عليه وسيلومنا الآخرون، ونحن كذلك سنلوم الآخرين إذا ما قاموا بشيء من دون تخطيط من دون معرفة من دون هدف حتى في الأمور البسيطة. لماذا في العبادة لا يكون هذا المعنى؟ لماذا؟ لماذا كل شيء يكون صحيحا ومرتبا في الحياة الدنيوية لكن حينما ينتقل الأمر إلى الدين يكون فوضى ويكون اضطرابا؟ كل ذلك بسبب سقيفة بني ساعدة، وفي الحقيقة سقيفة بني ساعدة ما هي التي أذنبت بحقنا نحن؟ الذين أذنبوا بحقنا هم مراجع النجف، هؤلاء الغبران الثولان، هؤلاء الشياطين، سود الله وجوههم، هم الذين دمروا ديننا. هذا كلام إمامكم أمير المؤمنين: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. كيف يكون
التفكر في العبادة استنادا إلى ما يقوله الصوفيون مثلا، أو ما يقوله عرفاء الشيعة اعتمادا على منهج ابن عربي. لابد أن يكون التفكر اعتمادا على ما ورد في أحاديثهم في تثقيفهم لنا، في تعليمهم لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم، سبحانك يا الله الغوث يا من لا يرجى إلا فضله، يا من سبحانك يا الله خلصنا. هذا هو الجزء الثاني من الكهف الشريف، باب العبادة، صفحة 111، الحديث الخامس، بسنده عن هارون بن خارجة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن العباد ثلاثة، حديث عن العبادة، إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا، فتلك عبادة العبيد. قلت لكم قبل قليل من أن الناس على مراتب، والمفردات التي تتوفر في أذهانهم بحسب مستويات عقولهم، مستويات معرفتهم. فهؤلاء الذين يعبدون الله خوفا، المفردات المتوفرة في أذهانهم والمستوى العقلي الذي هم عليه ينتج لهم هذه النية، فحينما يتفكرون في عبادتهم يتفكرون في هذه الأجواء وفقا للمفردات التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. وكل إنسان بحسبه، ولذا فإن الحساب في يوم القيامة وفقا لمراتب العقول، يحاسب الإنسان بحسب عقله، بحسب علمه، بحسب عقيدته. الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا، فتلك عبادة العبيد. هذا الخوف
لا يتحقق من دون مفردات، من دون معلومات مسبقة. ولذا فحينما يأتون بعبادة من العبادات، من صلاة، من صيام، بأية عبادة من العبادات، فإن المحرك وهو الدافع الذي يجعلهم في مقام تلك العبادة هو وعيهم بالعمل، من أن خوفا من الله يسيطر عليهم، وهذه العبادة تدفع النتائج التي يخافون منها. هكذا هو فهمهم. إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، يبحثون عن الأجر، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. العبادة مراتب، والعباد مراتب، والمؤمنون مراتب، لكن كل عبادة تتقوم بمضمونها بحسب ذلك العابد، ومضمونها هو التفكر فيها، والتفكر فيها يعتمد على مفردات ترتبط بحقيقة تلك العبادة، بأسرارها، بحسب كل عابد، بغاياتها. فالخائفون غاية العبادة عندهم النجاة من الخوف، وطالبوا الأجر غاية العبادة منهم أن يحصلوا أجرهم. والذين عبدوا حبا لله فغاية العبادة أن يزدادوا حبا، أن يزدادوا قربا، أن يزدادوا التصاقا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث وأمثاله يخبرنا عن تطبيق عملي لما حدثتكم به عن أن النية تتألف من جزئين: من وعي بالعمل، ومن إخلاص لله. فالخائفون هم عابدون لله مخلصون في عبادتهم ولكن بحسبهم، والأجراء كذلك الذين يبحثون عن الأجر هم مخلصون لله في عبادتهم، ولكنهم يريدون أن ينالوا الأجر من خلال عبادتهم التي يخلصون فيها لله. وأولئك الذين يعبدون عبادة الأحرار هم مخلصون لله أيضا. إن العباد ثلاثة: هؤلاء عباد مخلصون لله، ولكن كل مجموعة بحسبها. وتلاحظون أن المجموعات كلها تعتمد على مضمون، تعتمد على وعي في عملها. هذا هو الذي قصدته من أن النية في فقه العترة الطاهرة تشتمل على جزئين: من وعي بالعمل نفسه، ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى. الأحاديث في هذا الاتجاه وفي هذا المضمون كثيرة. هذا حديث أقرأه عليكم من علل الشرائع لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الباب التاسع من الجزء الأول.
والذي عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم، الحديث الثامن بسنده عن يونس ابن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء جمع حريص، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء، الأجراء مرتبة والحرصاء مرتبة، هذه مراتب، فالحرصاء غير الأجراء. أنا لا أجد وقتا كي أدخل في التفاصيل. فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء، وهو الطمع الحرص. وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد، وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له فتلك عبادة الكرام، وهو الأمن لقوله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين. هذه التفاصيل يحتاجها العابد في عبادته، إن كان من الحرصاء أو كان من العبيد الخائفين أو كان من الكرام، فلن تتحقق عبادة كل مجموعة من هذه المجموعات إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبوعي بعملهم، بوعي بعبادتهم، لماذا يقومون بهذه العبادة. هذه هي النية في فقه العترة الطاهرة. ولو كنا نؤدي عباداتنا بهذه الطريقة فإننا سنترقى شيئا فشيئا في عبادتنا، وسنحب هذه العبادة، وسنجني منها ما نجني. أما هذا الذي علمنا إياه من فقه ثولان النجا الذي هو من فقه بدو سقيفة بني ساعدة، جعل العبادة لا معنى لها، جعل العبادة لا قيمة لها. هذه هي الحقيقة التي نحن عليها، وإلا هذه المضامين لو أن كل مجموعة تأخذ المضمون الذي يرتبط بها وتكون النية في أداء الصلاة بهذا الاتجاه. الصادق يقول: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه. لابد أن تكون عندهم المعرفة بتفاصيل الثواب والأجر وبطريقة وصوله إليهم، إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة،
ما تحدث به محمد وآل محمد عن هذا الموضوع، وقد تحدثوا كثيرا في هذا الموضوع، لأجل أن تصل هذه المعطيات ولو بشكل إجمالي إلى هؤلاء، كي تكون نية عبادتهم على وعي، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد وهي رهبة. وأيضا ورد عنهم في قرآنهم وفي حديثهم، ورد الكثير مما يرتبط بهذا الموضوع، فما ذكر ذلك إلا لأن كثيرا من الناس تكون نيتهم هي هذه في العبادة، فحتى تصل إليهم هذه المعلومات وحتى تتحقق نيتهم في عبادتهم بشكل صحيح، أن تكون نيتهم من جزئين، من وعي بما يقومون ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولكني أعبده حبا له، فتلك عبادة الكرام، وهو الأمن لقوله عز وجل: وهم من فزع يومئذ آمنون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه التفاصيل لابد أن يطلع عليها الذين يريدون أن يعبدوا الله عبادة الكرام، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله كان من الآمنين. فالحرصاء بحاجة إلى معطيات، والعبيد الخائفون بحاجة إلى معطيات، والكرام والأحرار بحاجة إلى معطيات حينما ينفذون عبادتهم. لابد أن تكون نيتهم مشتملة على وعي بمضمون عبادتهم وعلى إخلاص لله تعالى من أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى بحسب ما يريد، لا بحسب ما نحن نريد، كي تكون عبادتنا إبليسية، وهذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعدة. الذي فعلته سقيفة بني ساعدة هي جعلت العبادة من دون نية صحيحة بشكل مطلق، من دون جهة محددة، حتى الذين يعيشون حالة من المعنوية في أجواء سقيفة بني ساعدة أو في أجواء سقيفة بني نجف، فإن الذين يعبدون الحيوانات ويعبدون الأصنام أيضا، إذا ما فرغوا أذهانهم باتجاه تلك الحيوانات وباتجاه تلك الأصنام، يعيشون حالة من المعنوية. هذا لا دليل فيه على صحة العبادة وعلى صحة العقيدة. الدليل على صحة العبادة والدليل على صحة العقيدة أن تكون العبادة وأن تكون العقيدة قد أخذت من المنابع الصحيحة للعلم الديني، هذا هو الذي يدل على صحة العقيدة ويدل على صحة العبادة، وليس الاستشعارات الروحانية مثلا، وليس الاستشعارات المعنوية. ما هذا موجود في كل الديانات، ولربما يوجد في بعض الديانات بنحو
مركز أكثر مما عليه الناس في الإسلام. هذه حكاية أخرى، هذا موضوع آخر، وهذا باب يضحك به الشيطان على الناس. آل محمد قالوا لنا إن الدين الصحيح الذي يؤخذ منهم فقط، الذي يكون معتمدا على المنابع الصحيحة لعلمهم الديني، وتلك المنابع معروفة لدينا: قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. مشكلة سقيفة بني ساعدة أن جعلوا العبادة مطلقة وليس هناك من نية، إنها نية سخيفة. هو يذهب إلى بيت الخلاء وعنده وعي بعمله، ماذا يريد أن يفعل في بيت الخلاء وكيف يقضي حاجته، يأتي إلى الصلاة وهو لا يدري لماذا يصلي، يضحك على نفسه بعنوان القربة، ما المراد من القربة؟ ما هذه القربة كانت في عصر التنزيل، فلماذا لم يعدها القرآن عبادة كاملة؟ لأن الدين كان ناقصا، فالعبادة ناقصة. كيف نتوقع أن العبادة كانت كاملة والدين ليس كاملا؟ هذا يعني أن العقيدة ناقصة، أن العبادة ناقصة. ولذا حينما كان المسلمون في مكة قبل الهجرة لم يكن هناك من دين فعلا، غاية ما في الأمر الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك معطيات محدودة، مفردات معدودة، هي التي تشكل الدين آنذاك. ولذلك فإنه حين انتقل إلى المدينة فقد نسخ دين مكة، فدين المدينة ناسخ لدين مكة. بدأت التفاصيل تظهر بشكل أكثر على مستوى العقيدة، على مستوى الأحكام، على مستوى الطقوس والعبادات. ومع كل هذا فإن الدين كان ناقصا بصريح القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. كان الدين ناقصا، العبادة ناقصة، العقيدة ناقصة، ولم يكن الإسلام إسلاما حقيقيا. ورضيت لكم الإسلام دينا بعد بيعة الغدير. فأولئك ساروا على ذلك المنهاج وحرفوه أيضا، وحرفوه وأضافوا إليه الكثير والكثير من أكاذيب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لا شأن لنا بهم. مراجع النجف ماذا فعلوا؟ مراجع النجف جعلوا الإمامة المعصومة خبيرا بالدين، أخرجوه من الدين، بينما الدين هو شأن من شؤونه. صحيح نحن نعتقد بحسب تعاليمهم من أن الدين هو الإمام ومن أن الإمام هو الدين، هذا بحسب معتقداتنا، بحسب الحقيقة فإن الدين هو شأن من شؤون الإمام المعصوم، لأن الإمام أوسع من الدين، الإمام وجه الله، وجه الله أوسع من الدين. الدين هو نظام لإدارة الحياة كي تكون سليمة، كي يستطيع الإنسان أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة. وقد طبق البرنامج والقانون الذي يريده الله،
الدين هو نظام ومعلومات عقائدية، ما هو الدين؟ شأن الإمام أعلى بكثير من الدين. نحن حينما نقول إمامنا ديننا وديننا إمامنا، هذا بحسبنا، فماذا نصنع لواقعنا الشيعي القاصر؟ ماذا نصنع له؟ في الحقيقة أن الدين هو شأن من شؤون الإمام. الإمام أوسع بكثير وأعلى شأنا وأعظم شأنا من الدين، ولا يقاس الدين بالإمام ولا يقاس الإمام بالدين. أي منطق هذا؟ الإمام وجه الله. مراجع النجف جعلوا الإمام خبيرا بالدين، يعودون إليه في بعض الشؤون وحكموا على الإمام بالدين، من هنا أفتوا بنجاسة دم المعصوم، لأنه لا دين عندهم، لا يعرفون من الدين شيئا، فهم جعلوا المعصوم خارج الدين وشرعوا الدين لأنفسهم وحكموا به على المعصوم ويضحكون علينا. هذا هو دين حوزة النجف. كثير عليه أن أقول عليه قمامة، كثير عليه، هو أوسخ من القمامة بتريليونات المرات. مشكلتنا كبيرة، كبيرة جدا. نذهب إلى فاصل. يا صانع كل مسنون، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا خلصنا من النار، يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، نفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب. الجزء الثاني من علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، الباب الثاني وعنوانه العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة. لماذا فرض الله الصلاة علينا؟ الحديث الأول،
أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث، لأن الحديث طويل بسنده، بسند الصدوق عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة، فماذا أجابه إمامنا الصادق؟ يشرح له العلة التي من أجلها أوجب الله الصلوات اليومية علينا، وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا صلى الله عليه وآله في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن ذكر محمد، لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره، فيندرس ذكر محمد. فعلة تشريع الصلاة هو أن تكون مواعيد وأوقات لتذكر محمد وآل محمد في زماننا، لتذكر صاحب الأمر. هذه علة تشريع الصلاة. هذه الثقافة، هذا مثال قلت لكم من أن المصلين على مراتب. أمير المؤمنين هكذا يقول: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم. فإذا كان المصلي على درجة عالية من المعرفة ومن الفهم، ويستطيع أن يدرك هذا المضمون من أن أمير المؤمنين يقول: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، فإذا كان المصلي يدرك هذا المعنى ويصلي بهذا الفهم، يكون وعيه لصلاته بهذا الفهم، قطعا ستكون صلاته في مرتبة أرقى. لكنني بدأت من أدنى المراتب. مراتب المصلين لا حصر لها. لماذا؟ لأن مراتب المعرفة لا حصر لها. وباختلاف مراتب المعرفة تختلف مراتب النوايا. هذه حقيقة واضحة في ثقافة العترة، من أن النوايا على مراتب. لماذا النوايا على مراتب؟ النيات على مراتب، لأن المعرفة على مراتب، ولأن الناس يختلفون في مراتب معرفتهم، فسيختلفون في مراتب نياتهم. هذا يعني أن النية لن تتحقق ولن تصدق إلا بتحقق المعرفة عند العابد، عند المصلي، عند الصائم، وفي سائر العبادات الأخرى. وهذا هو الذي أتحدث عنه، من أن النية تتألف من جزئين: من وعي بالعمل نفسه، ومن إخلاص لله. أعود إلى الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. هشام ابن الحكم يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة، الإمام يجيبه: وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم
أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا في كل يوم 5 مرات، ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله. لماذا؟ لكي لا يغفلوا عن ذكر محمد، وحيثما ذكر محمد ذكر آل محمد، وحيثما ذكر محمد ذكر علي صلى الله عليهما وآلهما. هذه بديهيات تعرفونها، هل أحتاج أن أقف عندها كي أثبتها لكم؟ وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عن ذكر محمد وينسوه فيندرس ذكره. لو ثقفنا من طفولتنا على هذه الثقافة من أننا نصلي لأجل أن نتذكر محمدا وآل محمد، فبشكل اعتيادي وتلقائي حينما نتوجه إلى فرض الصلاة فإن النية تكون هكذا، من أننا نقوم لصلاة الصبح نستيقظ من نومنا. لماذا؟ لأجل أن نتذكر محمدا وآل محمد. أية عقيدة ستنشأ في نفوسنا؟ ماذا علمنا هؤلاء الغبران؟ أن نصلي صلاة الصبح قربة إلى الله. لا نحن الذين نعرف الله ولا نعرف ما المراد من القربة، هم أنفسهم لا يعرفون المراد من معنى القربة. عودوا إلى كتبهم، داخوا فيها وحاروا. لو أننا ربينا وأنشئنا بهذه التربية من أننا نقوم لصلاتنا لأجل أن نتذكر إمام زماننا، أية عقيدة ستكون عندنا؟ وأية قيمة وأية فاعلية وفعلية للصلاة حينما ترتبط بهذا المعنى من أننا نصلي كي نتذكر إمام زماننا؟ أي ارتباط سيكون لنا بإمام زماننا وبالتكرار؟ فإننا سنعيش في حالة قريبة من إمام زماننا، وهذا سينعكس انعكاسا كبيرا على علاقتنا به، على خدمتنا، مثل ما قال إمامنا الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه المضامين لن نستطيع أن نقترب منها ما لم تكن صلاتنا بهذه المعاني، ما لم يكن صيامنا بهذه المعاني. وأنا لا أريد أن أجعل النية في الصلاة وحديثي عن جزئها الأول في وعي مضمونها، في وعي مضمون العبادة، لا أريد أن أحصر المعنى في هذه الرواية فقط، لكننا لو ربينا منذ طفولتنا على هذا المعنى وبعد ذلك نترقى حتى نصل إلى هذا المستوى الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين: أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، فتكون صلاتنا بهذا المستوى. لو كان هناك من الوقت لحدثتكم عن المستويات المختلفة للنية للصلاة ولغيرها في ثقافة العترة الطاهرة، ربما يأتي مصلٍ ويصلي بهذه النية: من أنني توضأت فطهرت وجهي وطهرت يدي
ومسحت على رأسي وعلى رجلي. لماذا؟ هذه الأعضاء التي عصى فيها أبونا آدم حينما توجه إلى الشجرة. ما أنا الذي أقول هذا؟ هذه رواياتهم في هذا الكتاب وغيره، رواياتهم أحاديثهم هذه. هذا وجه من الوجوه. ما هناك عبادة الحرصاء وعبادة الأجراء وعبادة العبيد وعبادة الخائفين وعبادة الأحرار وعبادة الكرام، هذه مراتب ودرجات، وكل مرتبة لها خصوصيتها، والقلوب تميل بحسب تكوينها. فقلب يميل إلى الرهبة، وقلب يميل إلى الطمع، وقلب يميل إلى الحب والعشق. القلوب مختلفة، ومن هنا فإن العبادات مختلفة أيضا وكثيرة، والأوراد والأذكار والأدعية والزيارات منها الطويل المفصل، منها المتوسط، منها القصير المختصر، منها الذي يشتمل على المناجاة والحب فقط، ومنها الذي يشتمل على التقريع واللوم والجلد للذات، ومنها ومنها. النفوس مختلفة والقلوب متقلبة، والنوايا مراتبها كثيرة، ومراتب المعرفة متباينة. فهذا الذي يتوضأ مرة يتوضأ بحسب وضوء محمد صلى الله عليه وآله المعراجي من عين صاد بتفاصيل ما ذكرت الروايات، ومرة يتوضأ وفي الوضوء رموز في الماء إلى ولاية علي، والماء عنوان لولاية علي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم. فهذا طهور أصغر والطهور الأعظم ولاية علي، ولاية إمام زماننا. إنها بيعة الغدير في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك. ومرة يكون الوضوء بهذا المعنى، إنه تطهير لآثار المعصية الآدمية، لأن أبانا آدم حين توجه إلى الشجرة سعى إليها بقدميه برجليه، ومد يديه إلى الشجرة، وكان وجهه باتجاهها ورأسه باتجاهها. من هنا يغسل الوجه، من هنا تطهر الأيدي ويمسح الرأس وتمسح الرجلان. طقوس الوضوء التي نعرفها لها علاقة بذلك الذي جرى هناك، إنها عملية تطهير من حالة الحسد، وإنها عملية تطهير للابتعاد عن حالة الكبر. حينما تتحدث الزهراء عن أن الصلاة جعلها الله تنزيها من الكبر، إنه كبر إبليس، ولذا نرغم هذه الأعضاء التي ارتكبت المعصية الآدمية نرغمها سجودا. المساجد، الوجه، الجبهة، رموز هذه، واليدان والركبتان والإبهامان، هذه هي المفاصل والأعضاء التي تحركت باتجاه المعصية التي كانت وفقا لمراد إبليس، نرغمها كي نرغم إبليس. ولذا من أكثر المواطن العبادية التي يبغضها إبليس السجود، لأن إبليس لعن بسبب تكبره، وهذا السجود خضوع في ساحتهم. الحكاية طويلة،
وكل هذا الكلام ما هو من عندي، هذه روايات وأحاديث. إذا بقيت أحدثكم في هذا الاتجاه فالحلقة تنتهي، وسأحتاج إلى حلقات وحلقات، لكنني أوجزت ذلك لكم. عودوا إلى مجموعة حلقاتي معنى الصلاة في برنامج الكتاب الناطق، ما يقرب من 20 حلقة، ما يقرب من 20 حلقة في بيان معاني الصلاة من قرآنه المفسر بتفسيره، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف، ومن حديثهم وفقههم ومن ثقافتهم وليس من حديث وفقه وثقافة سقيفة بني ساعدة ولا من حديث وفقه وثقافة سقيفة بني نجف. أعوذ بالله تعالى منهم ومن دينهم ومن عقائدهم ومن فقههم ومن كل شيء يأتي من قبلهم. نذهب إلى فاصل. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء، سبحانك يا الغافي، يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، سبحانك يا لا إله إلا الجزء الثاني من علل الشرائع لشيخنا الصدوق، باب 301، العلة التي من أجلها صارت نية المؤمن خيرا من عمله. الحديث الثاني
بسنده عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: نية المؤمن أفضل من عمله. لماذا؟ نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ما لا يدركه عمليا. فكيف ينوي من الخير ما لا يدركه عمليا إذا لم يكن على وعي بهذا الذي يريد أن يحققه، يريد أن يقوم به؟ ولربما يرى بعضا من الموانع التي يأمل أن تزول، وكل ذلك لوعيه بهذا الأمر الذي سيقوم به، فهو يعرف شيئا من حقيقته، يعرف شيئا من أسراره، يعرف شيئا من شؤونه، يعرف الغاية والفائدة والمنفعة. من هنا تكون النية التي يتحدث عنها إمامنا الباقر. قلت لكم من أن النية في ثقافة العترة هي التي حدثتكم عنها. هناك وعي بالعمل نفسه، وهناك إخلاص لله تعالى. والوعي بالعمل أمر طبيعي، فإن الكافر كذلك، فإن الكافر في أعماله يمتلك وعيا بحسبه، يمتلك وعيا بحسب شره. أقرأ الحديث بتمامه وكماله عليكم. إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول: نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه أيضا، يخطط لأمور هو يرى فيها نفعا له، أو يرى فيها إضرارا بعدوه مثلا. بالنتيجة هناك أمر يرى فيه فائدة بالنسبة له، فهو يعرف طبيعة ذلك العمل، يعرف شؤون ذلك العمل، ويعرف الغاية والفائدة التي يتوخاها هذا الكافر. لكن الموازين عند الله تختلف. من هنا كان لنية المؤمن حساب، وكان لنية الكافر حساب. نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، فهو على وعي وإدراك لمضمون العمل الذي سيقوم به حتى وإن لم يتمكن عمليا. فالنية لا تتحقق إلا بهذين الجزئين: بوعي وفهم لمضمون العمل الذي سنقوم به. وهذه قضية طبيعية فطرية، حتى الكافر يجري عليه الأمر. ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. هذه قضية إنسانية، هذه طبيعة بشرية. فتصوروا لو أننا ربينا على هذا الفهم من أن الصلاة أساسا شرعت كي نتذكر في هذه الأوقات محمدا وآل محمد، كي نتذكر إمام زماننا. وهنا سنسأل: من هو إمام زماننا؟ لابد للذين يعلموننا إن لم يكونوا قد تعلموا أن يتعلموا كي يعلمونا.
وحينئذ ستكون الأمة مثقفة مهيئة معدة لبرنامج إمام زمانها. ما الذي فعله بنا غبران النجف؟ فعلوا ذلك بأنفسهم أولا ثم فعلوه بنا. ألا تلاحظون فارقا كبيرا بين دين محمد وآل محمد وبين الدين الذي تعلمناه من آبائنا وأجدادنا وهم تعلموه من أولئك الغبران في حوزة النجف؟ مرت علينا هذه الرواية في معنى العبادة، وهي تختصر كل الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. أقرأ عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 349، الباب الذي عنوانه معنى العبادة. خيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي يقول: سأل عيسى ابن عبد الله القمي أبا عبد الله، سأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه وأنا حاضر، الحاضر هو خيثمة، فعيسى سأل الإمام الصادق: ما العبادة؟ الإمام أجاب: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. حسن النية، كيف تكون النية حسنة من دون وعي وفهم للعمل الذي نقوم به؟ حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه، إنه الإخلاص بالمعنى الذي بينته لكم. لا أن تكون العبادة لله، أن تكون العبادة لله من حيث هو يريد. أما أن تكون العبادة لله كما تقول سقيفة بني ساعدة وكما تقول سقيفة بني نجف، فتلك العبادة الإبليسية، عبادة إبليس. أما عبادة الملائكة فإنها عبادة لله من الوجه الذي حيث سجدوا لأبينا آدم، هذه العبادة التي يريدها الله. والكلام واضح في كلمات قليلة، قلت لكم هذه الرواية على وجازتها جمعت كل الكلام الذي مر في الحلقة الماضية ومر في هذه الحلقة. فعيسى ابن عبد الله القمي يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: ما العبادة؟ والإمام يجيب: حسن النية بالطاعة. هذا هو الوعي والفهم بمضمون العمل، حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه، وهذا هو الإخلاص. فهذه هي العبادة في جوهرها وفي أصلها. أما الطقوس وأحكام الطقوس فذلك الجانب الجسدي للعبادة، الجانب البدني للعبادة. ومر علينا من أن الجانب الجسدي والجانب البدني للعبادة لا قيمة له. مر علينا حديث إمامنا الرضا الذي قرأته عليكم من تحف العقول: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة. الحديث هنا يشير إلى الجانب الجسدي، إلى الجانب البدني من العبادة. الإمام نفى العبادة عنه، وإنما أثبت العبادة لمن؟ لجهة التفكر، وهي النية والتوجه. فإن التفكر يقع
في هاتين الجهتين، في النية وفي التوجه. والنية لن تكون نية كاملة من دون أن تؤدي إلى التوجه الصحيح. فالنية لا نستطيع أن نجعلها منفصلة عن التوجه في العبادة، وكذلك التوجه لا نستطيع أن نجعله منفصلا عن النية في العبادة. العبادة نية متصلة بالتوجه، وكلاهما النية والتوجه روح العبادة، مضمون العبادة وأساس التفكر فيها. أما جسد العبادة فذلك في طقوسها وأحكام تلك الطقوس، وهذا لا قيمة له في حقيقة العبادة، وإنما لا بد من الإتيان به كي تكون العبادة كاملة بجسدها وروحها. فليست العبادة كما قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. فهذا السؤال يوجه إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما العبادة؟ الإمام يجيب: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ نذهب إلى فاصل. يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر له، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إلي، يا من لا مفزع إلا إلي، يا من لا مقصد إلا إلي، يا من لا منجى منه إلا إلي، يا من لا يرغب إلا إلي، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، باب الإخلاص. الحديث الثاني عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس، إنما هو الله والشيطان، فعليكم أن تعرفوا، إما أن تكونوا مع الله أو أن تكونوا مع الشيطان. هذا يحتاج إلى دراية
إلى فقه، إلى وعي، إلى معطيات. قطعا كل إنسان بحسبه، ولكن لا بد من معطيات، لا بد من مفردات على أساسها يكون الفكر والتفكر. يا أيها الناس، إنما هو الله والشيطان، والحق والباطل، والهدى والضلالة، والرشد والغي، والعاجلة إنها الدنيا، والعاجلة والآجلة والعاقبة، والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله، وما كان من سيئات فللشيطان لعنه الله. أقرأ عليكم الحديث مرة أخرى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي حدثنا بها إمامنا الباقر: يا أيها الناس، إنما هو الله والشيطان، والحق والباطل، والهدى والضلالة، والرشد والغي، والعاجلة والآجلة والعاقبة، والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله، وما كان من سيئات فللشيطان لعنه الله. اتجاهان على اختلاف العناوين، فإذا أردنا أن نتخذ الاتجاه الأول لابد من معطيات على أساسها نستطيع أن نتخذ الاتجاه الأول. كيف نتحرك؟ بنية. هذه النية تحتاج إلى معطيات، هذه المعطيات تخبرنا عن حقيقة هذا الاتجاه، يكون لنا فهم وعي بغض النظر أكنا على حق أم كنا على باطل، فهناك وعي بالباطل وهناك وعي بالحق، وهناك فهم للباطل وهناك فهم للحق. من نتيجة مثل ما مر علينا قبل قليل، نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. الكلام هو هو، حديثهم واحد، منطقهم واحد، فلا بد من معطيات حينما أتجه إلى الله أو حينما أتجه إلى الشيطان، وإلا كيف ستكون النية عندي إن كانت باتجاه الله أو كانت باتجاه الشيطان، إن كانت باتجاه الحق أو كانت باتجاه الباطل. هناك معطيات، في ضوء تلك المعطيات صار عندي فهم عن ذلك العمل، عن ذلك الاتجاه، عن ذلك الأمر، وبعد ذلك تحركت باتجاهه. فإن النية في كل أحوالها لابد أن يكون جزء منها مشتملا على وعي بالعمل نفسه، وهذا لم نرب عليه، ربينا وفقا لفقه في النية هو عبارة عن فبركة شيطانية. سود الله وجوههم الذين فعلوا ما فعلوا بنا وأبعدونا عن ثقافة أئمتنا وعن فقه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية مرت علينا وقرأتها عليكم من وسائل الشيعة، وهذا هو الجزء الأول من وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه،
وهذه طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران في الصفحة 34، وهذا هو الباب الخامس من أبواب مقدمة العبادات. الحديث الثامن عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن النبي أوصاه فقال له: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. فكيف تتحقق تلك النية ما لم يكن هناك من وعي فيما يرتبط بمعرفة النوم وشأنه وفائدته والغاية منه، وكذلك ما يرتبط بالأكل وما يرتبط بأي أمر من الأمور؟ أساسا هذه الأمور نحن نعرفها بغض النظر أكانت عندنا نية أم لم تكن، فنحن نعرف ما نعرف عن النوم، ونعرف ما نعرف عن الأكل، ونعرف ما نعرف عن الدواء، ونعرف ما نعرف عن بقية الأمور. لكن حين نوظفها عباديا قطعا ستكون المعرفة أعمق، ستكون المعرفة أفضل، وهذا هو الذي يريده رسول الله من أبي ذر. إضافة لمعرفته الدنيوية لابد أن تتولد عنده وأن يحصل معرفة دينية كي يقوم بتحويل أجزاء حياته إلى عبادة، بتحويل هذه الأجزاء إلى عبادات وفقا لنية تشتمل على جزئين: الجزء الأول وعي بالعمل نفسه، وهذا الوعي ينشأ من معرفة بمفردات بمعلومات تتحدث عن حقيقة هذا العمل، عن طبيعته، عن أسراره إن كان فيه من أسرار، عن غاياته، عن أهدافه، عن مختلف شؤونه بحسب ما نستطيع، وكل إنسان بحسبه. هذا هو الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وآله من وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. في كل شيء، قال له النوم والأكل، ذكرهما رسول الله أمثلة مثالا، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. إذا كان رسول الله يريد منا أن يكون لنا وعي في كل شيء من أجزاء حياتنا الدنيوية، فما بالكم مع الأجزاء الدينية الأصلية؟ ما بالكم ماذا سيقول لنا رسول الله عن حقيقة عقيدتنا، وكيف سيوجهنا للاهتمام بمضمونها وللتفكر في كل أجزائها وللتدبر فيها، وكذلك ما يرتبط بعباداتنا التي شرعها لنا هو صلى الله عليه وآله. عرفتم الآن مرادي من أن فقه النية عند العترة الطاهرة لا علاقة له بفقه النية عند سقيفة بني ساعدة، ولا علاقة له بفقه سقيفة بني نجف. من هنا أقول لكم: نظفوا عقولكم، نظفوا قلوبكم
من كل شيء تعلمتموه من مراجع النجاة، من دروسهم، من كتبهم، من أولادهم، من أصهارهم، من تلامذتهم، من وكلائهم، من معتمديهم، من خطبائهم، من فضائياتهم، من حوزاتهم، من مدارسهم، خلصوا أنفسكم من هذه القذارة وأدركوا أنفسكم كي تلتحقوا بركب إمام زمانكم. يا أبا ذار، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. هذا يذكرنا بحديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردنا أن نقاربه نحن، الإمام الصادق هكذا يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا المضمون إذا أردنا أن نقاربه في حياتنا فهذا الحديث ينطبق عليه انطباقا تاما كاملا. يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. وأبو ذر كان مرتبطا برسول الله وبأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما. وقت الحلقة صار طويلا وما استطعت أن أكمل حديثي، لكنني قبل أن أودعكم أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.